صباح الخير يا سلمى. صباح الخير. كل عام وانت بألف خير يا رب. نعاد عليكي وعلى عائلتك. شكرا يا سلمى. صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا، نهار جديد واكيد حلقه جديده من صباحنا غير خلال ايام عيد الفطر المبارك. يا رب ينعاد عليكم وعلى اسركم بألف خير، وعلى سوريا حبيبتنا بألف خير. واكيد بدي وجه تحيه كمان لكل الجنود الخفيين يلي بيشتغلوا خلال ايام العطل، فقره جيم واللي نحن منهم، لكل كادر العمل بالاخباريه السوريه وبالاعلام، واكيد الجنود البيض الصحه، وايضا الجيش العربي السوري ووزاره الداخليه، كل يلي عم يشتغلوا بايام العيد المبارك تضلوا بألف خير. واكيد بدي ارجع صبح عليك يا هايدي. صباح الخير يا كيف سلمى. كيف قضيتي هالعيد؟ كيف كان اول يوم؟ تمام، وانت كيف؟ تمام اكيد يعني. مع العائله دائما اول يوم الكل بيحب يقضيه مع العائله. سلمى صحيح. اكيد بدوري بدي صبح على كل مشاهدي الاخباريه السوريه، نحن عم نطلع عليكم بثاني ايام عيد الفطر السعيد. يا رب عيدكم مبارك وايامكم كلها مباركه، وان شاء الله يا رب بينعاد عليكم وعلى اهاليكم واحبابكم بالف خير. واكيد مشاهدينا نترافق معكم لمده ساعه ونص من الوقت بالعديد من الفقرات المتنوعه والعديده، ولكن مشاهدينا فاصل صغير وبنرجع. اكيد بعد ما شفنا تكبيرات العيد يا هاي شيء اصوات التكبيرات، ودائما هيك الجوامع بمدينه دمشق المميزه، ومنها كمان الجامع الاموي، يمكن كنا خلال الايام القليله الماضيه عم نشوف كيف كان احياء ليله القدر فيه، وايضا اول يوم بعيد الفطر. وهلا رح نروح مشاهدينا لمعلومات جديده دائما نتعرف عليها بهالتعلم. هل تعلم أن الأشخاص الذين يجيدون الكذب يتميزون بقدرتهم الفائقة على كشف كذب الآخرين بشكل أدق؟ وهل تعلم أن الحيوان الوحيد الذي يملك 4 أرجل ولا يقدر على السباحة هو الجمل؟ وهل تعلم أن الذين يمارسون الرياضة بانتظام لديهم أقل خطورة للإصابة بمرض الزهايمر؟ وهل تعلم أن الملل يجعل الشخص يفكر ويحلل أحداث كثيرة في حياته أكثر من اللازم؟ وأكيد سلمى رح نروح لمحافظة الحسكة ونشوف معايدات وأمنيات أهالينا بمحافظة الحسكة. مشاهدينا منتابع التقرير التالي وراجعين. بحب عايد سوريا كلها الحبيبة، وإن شاء الله ضل بلدنا سوريا بخير وسلامة إن شاء الله، وترجع الأمن والأمان لسوريا بإذن رب العالمين، ترجع بلدنا الحلوة سوريا اللي مثل ما كنا قبل. بمناسبة قدوم عيد فطرة سعيد وكل كل الأمة الإسلامية والشعب السوري خاصة كل عام بخير، وإن شاء الله من أحسن لأحسن العيد الجاي إن شاء الله تفك كل المصاعب اللي صارت، وإن شاء الله الله ينصر أهل غزة اولا واخرا، وكل عام بخير جميعا. نحب نعايد الشعب السوري بقدوم عيد الفطر السعيد، ونهنئ الشعب السوري وكل اخواننا بالحسكه، واهلنا بالحسكه بمناسبه العيد، نهنئ الرفيق الدكتور بشار الاسد والشعب السوري بالانتصارات اللي تحققت، ونقول بكل عام وانتم بخير لكل فرد من جيش الشعب العربي السوري. ما شاء الله، اول شيء نعايد الشعب الجمهوري العربي السوري كافه والمسلمين جميعا بحلول عيد الفطر السعيد، والحمد لله الله يجعلنا من عتقاء شهر رمضان، والحمد لله بخير احنا، والحمد لله سوريا بخير. هادي لما بنحكي عن ضيافه العيد فمعروف يعني المعمول هو الشوكولا، هو الشيء الاساسي، والشوكولا هي بكل محبوبه الكبار والصغار. صحيح. يمكن ننسى نحن شو عمرنا وقت نحكي عن ضيافه العيد، كله بيركض لياخذ شوكولا او معمول العيد. طبعا اليوم رح نتعرف أكثر على مثل ما قالت هايدي محبوبة الناس الكبار والصغار، الشوكولا اللي لها فوائد كثير واللي دائما موجودة على سفرتنا بكل الأوقات. خلينا نتابع بالتقرير. للشوكولا مذاق لذيذ يعشقه الجميع، على الرغم من المخاوف الكثيرين من زيادة الوزن، إلا أن للشوكولا المستخرج من بذور شجرة الكاكاو فوائد مذهلة. فقد ربط فريق بحثي بين الشوكولا وحالات السعادة والاستقرار الذهني وصفائه، وكشف الفريق بأن تناول الشوكولا الداكنة بتركيز عال من الكاكاو يمكن أن تعدل مستويات الإجهاد والمزاج وحتى الذاكرة أيضاً، إضافة إلى العديد من الفوائد أهمها: يخفض مستوى الكوليسترول في الدم،
فقد أثبتت الدراسات الحديثة بأن الشوكولا يحتوي على سيترول النبات والفلافانول الكاكاو الذي ليس له أي تأثير على مستويات الكوليسترول في الدم، وتشير النتائج إلى أن الاستهلاك المنتظم لقطع الشوكولا قد يدعم صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض الكوليسترول وتحسين ضغط الدم، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. حيث أشارت الأبحاث التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية إلى أن استهلاك الشوكولا يمكن أن يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة الثلث، فعندما تتجمع الصفائح الدموية تؤدي إلى التجلط والتي بدورها قد تسبب الأزمات القلبية، فتناول الشوكولا يعمل على الحد من هذه المشكلة، تمنع السكتة الدماغية. فقد أكدت دراسة كندية أن من يتناول الشوكولا أكثر من غيره يحد من تعرضه للسكتات الدماغية، فمكون الريسفيرترول وهو مركب مهم في الشوكولا مفيد للدماغ والجهاز العصبي وأيضاً يطيل العمر. ويشير العلماء في كلية هارفارد الطبية إلى أن شرب كوبين من الشوكولا الساخنة يومياً قد يساعد على إبقاء الدماغ بصحة جيدة ومنع تراجع الذاكرة لدى كبار السن. وقال الباحثون إن الشوكولا الساخنة يمكن أن تساعد في الحفاظ على تدفق الدم بمناطق العمل في الدماغ. سلمى، كلنا بنعرف قديش البشرة حساسة وبحاجة لعناية واهتمام كبير اليوم من الصبايا، وأكيد مع تبدل فصول السنة وتغير العوامل الخارجية بتتأثر البشرة بشكل كتير كبير بهذا الموضوع. ممكن يصير في عنا مشاكل صحية إن كان هذا الشيء بالشيخوخة أو التعب أو الترهل كمان. صحيح يا عايدي، ويمكن بهذا الوقت اللي نحن فيه أكتر شيء مهم نسأل فيه عن صحة البشرة. أكيد. يعني أكيد شفتي مبارح الفصول الأربعة، تمام. عيدنا الصبح شوية شمس، بعدين مطر، بعدين هواء، واليوم بعدين رجع مرة ثانية، واليوم نفس الشيء. هلأ في الصبح هواء وضباب، هلأ الشمس بجوز بعد شوي إن شاء الله يبقى الجو هيك. هذا كله بيأثر أول شيء على بشرة الوش والجسم بشكل عام، حالة الجفاف هاي اللي عم نعيش فيها، الهواء البارد، الشمس فجأة، هذا كله أكيد له تأثيراته. ودائما السيدات مع تبدل الفصول وأيضا مع الأعياد بيكون همهم الأساسي كيف نطل ببشرة صحية. طبعا كل هاي الأسئلة رح أجاوبنا عليها ضيفتنا الاختصاصية بالجلدية دكتورة هلا الحور. صباح الخير دكتورة، وينعاد عليكي. صباح الخير سلمى وهايدي، كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم وعلى كل اللي عم يشوفونا وعلى كل السوريين بكل الخير وراحة البال حبيبتي. آمين. أهلا وسهلا فيكي دكتورة. يعني عم نحكي اليوم عن موضوع بهم كتير من الصبايا، وخصوصا بعد شهر الصيام فينا طبعاً نقول إنه هذا الشيء يمكن صار فيه تأثيرات على بشرتنا. خلينا نوضح أهم المشكلات الصحية يلي صابت البشرة. هلأ مثل ما كلنا بنعرف ومثل ما بلشت سلمى بالمقدمة، هالتبدل هذا اللي بيصير بالطقس وهالانتقال من فصل لآخر وأحيانا عم بيكون كتير مفاجئ. يعني أنت فجأة مثلا عم تكون أيام عم يكون فيها مثلا الشمس كتير حادة، أيام تانية أنه لا نحن عم يصير كتير برد ودرجة الحرارة والرطوبة كتير عم تتبدل، عم تنخفض درجة الحرارة بشكل كتير مفاجئ. هيدا الشيء بيترك تأثيرات على أجهزة الجسم المختلفة وبشكل خاص الجلد، لأنه هو العضو الأكبر خلينا نقول واللي هو أول عضو بيواجه التغييرات البيئية والمناخية وتبدلات الطقس هي كلها المفاجئة. حتى هي التبدلات بدرجات الحرارة والرطوبة كمان بتترك تأثيرات على الحالة المناعية للجسم، حتى على الحالة النفسية، على هرموناتنا. هلأ كتير من الأشخاص بس بلش يجي فصل الربيع بتلاقي أنه حتى نفسيتهم بتتحسن. هذا الاكتئاب اللي نحن كنا عم نمرق فيه مثلا بالفصل البارد بالشتاء قلة التعرض للشمس، هلا نحن على الربيع بالعكس بتتحسن كتير الحالة النفسية. صحيح. الشمس بتساعدنا انه تنفرز، نحن عندنا الهرمونات مثل السيروتونين ببلش بقى الدماغ بفرزها، بيساعد الجسم على انه يركب كمان فيتامين دال. بس بالمقابل هلا التعرض اللي بده يصير لأشعة الشمس لساعات اطول، شدتها بتصير
أكبر من الشتاء بيعرض جلدتنا لكثير من المشاكل، كثير من الأمراض بتتفاقم هلأ بالربيع وبالصيف، مثلا المرضى اللي عندهم حب شباب، إكزيما، خاصة الإكزيما الضيائية الوردية. هلأ مثلا نحن عندنا حساسية الربيع، كثير من المرضى بيجوا بيشتكوا من الأعراض، خلينا نقول الحساسية الموسمية اللي مو بس بتصيب الجلد، كمان بتصيب الجهاز التنفسي، الصدر، الأنف، العيون. تلاقيهم مثلا عم يشتكوا هلأ من جفاف بالأغشية المخاطية، سيلان أنف، حكة، التهاب حواف أجفان، حكة بالعيون. حتى مرضى الربو ممكن أنه تزيد عندهم هجمات ضيق النفس والربو، لأنه هلأ بيكون الجو مليء كتير بغبار الطلع، واللي هو من أهم المحسسات اللي بتعمل هالحساسية، هي حساسية الربيع، أو حتى هجمات الشرب تزداد كتير هلأ خلال هاي الفترة. طيب دكتورة، هلأ خلينا نحكي بهذا الوقت، نحن متعودين أنه الصبايا دائما بيلجأوا يعني بأواخر الشتاء والربيع للتقشير، أنه هذا الوقت الأمثل لأنه الشخص إذا بده يجهز بشرته تكون كلياتها نضارة. ولكن هلأ قدي صار هذا الشيء حذرين لازم يكونوا فيه، لأنه الشمس ما عادت مثل زمان، أيام زمان خفيفة، الأهل عم تكون قوية فورا. يعني من كم يوم شهدنا درجات حرارة وصلت تقريبا الثلاثينات، يعني حسينا حالنا بنص قاب مثل ما بيقولوا، نقلة مفاجئة. فقدي في تأثير، وهلأ شو البدائل يعني لواحد يخلينا نقول يجدد بشرته بهذا الوقت، ولكن من دون ما يضطر لأنه ينأذى بدل ما يستفيد. هلأ هو فصل الشتاء هو الفصل اللي كل الأطباء بيفضلوا أنه السيدة إذا بتستخدم مقشرات أو مثلاً تضطر أنه تعمل جلسات معينة من الليزر، مثلاً في فراكشنال ليزر أو حتى إزالة الأشعار، يفضل أنه تعملهم خلال فصل الشتاء مو بالربيع أو بالصيف، لأنه شدة الشمس بتكون أخف والتعرض بيكون أقل، والبشرة بتتحمل أنه أنت تستخدمي لها أحماض الفواكه أو الريتينول اللي هن بيجددوا الخلايا، بيحفزوا تكوين كولاجين، بيخلصونا من الخلايا الجلد الميتة، بيخففوا كتير من التصبغات، البيجمنتيشن، الكلف، النمش، المسامات، السكارز الموجودين. بس طبعا مثل ما حكينا هدول المقشرات انت هون بتروحي الطبقة السطحية من الجلد، فانت حتصير جلدتك أكثر حساسية، خلينا نقول ضيائية، والجلدة عم بتصير رقيقة. فأنت لما عم بتحطي هالمقشر تتعرضي بشكل مباشر لأشعة الشمس، أنت رح تشوفي هالنتائج السيئة خلال، خلينا نقول خلال على المدى البعيد، يعني مو خلال أسبوع وعشرة أيام. ممكن أنت أول فترة إيه أوكي صير عندك شوية حروق، بس أنت على المدى البعيد ممكن تلاقي أنه بشرتك صار فيها تصبغات أكثر وصارت أسوأ من قبل. فنحن لا، كل الإجراءات أو كل الكريمات اللي بيكون تركيز المقشرات فيها كتير كبير، هذا كله بنفضل أنه نعم بالفصل الشتاء. هلا نحن على الربيع وعلى الصيف في عنا بدائل للمقشرات حتى نحن نحافظ على بشره صحيه، نضره، نتخلص من المشاكل اللي موجوده بطريقه ما تاذينا وما تعملنا سايد افكت او مشاكل على المدى البعيد. ففينا نحن هلا نستبدل المقشرات، انه نحن نستخدم سيرومات او كريمات غنيه بفيتامين سي. فيتامين سي من اهم مضادات الاكسده، بيساهم بتكوين الياف الكولاجين والإلاستين، بيسمك البشرة على المدى البعيد، بيخفف كتير من التصبغات ومن البقع. هو من أهم مثل ما حكينا مضادات الأكسدة اللي ممكن أنه السيدة تستخدمها لحتى تأخر الشيخوخة، ومن دون ما يعطينا نتائج سلبية. فينا تستخدمه الصبح مثلا طبقة، خلينا نقول مثلا بعد ما تغسل السيدة وشها، فينا تحط كم نقطة من السيروم بعدين تحط فوقه واقي شمس، أو تستخدمه بالليل قبل ما تنام وترجع تحط فوقه طبقة رقيقة من المرطب. فينهم كمان السيدات يستخدموا مواد بيجي بتركيبتها الأربوتين، اللي هي عشبة كمان بتفتح البشرة، بتخفف كتير من البقع والتصبغات، لأنه بتصبت من إنتاج الميلانين بقلب الجلدة، فكتير بتخفف البقع والنمش والكلف، وهي ما أنا مقشر فما بتعمل مشاكل. وكمان فينا السيدة تستخدمه صبح مساء، يعني ضمن الروتين اليومي. هلأ الترند الجديد والشركات العالمية كلها عم تنصح أو بتوصي باستخدامه هو النياسيناميد، اسمه العلمي، اللي هو مشتق من فيتامين بي 3. كمان في منه أشكال
صيدلانية متنوعة، الشكل الشائع منه هو بيجي على شكل سيرومات، في شركات عاملته مع هيرونيك أسيد يعني ضايفت له كمان مرطب، كمان كتير بخفف من البقع، بيوحد لون البشرة، بيخلصنا كتير من المسامات، وكلهم بيشتغلوا على موضوع أنهم بيحفزوا تكوين ألياف كولاجين وإلاستين، وبيخففوا كتير من التجاعيد الناعمة، وبيخففوا كتير من الشيخوخة على المدى البعيد، وما بيتركوا تأثيرات جانبية. يعني فينا السيدة تستخدمون بشكل آمن خلال أشهر الصيف. يعني دكتورة وضحتي طرق كتير مهمة للصبايا اليوم لحتى يتبعوها ليحافظوا على صحة بشرتهم، ولكن إذا بدنا نحكي بشكل خاص الروتين اليومي للحفاظ على نضارة البشرة، خصوصا أنه إحنا عنا اليوم أنواع عديدة للبشرة إن كانت حساسة أو جافة أو مختلطة، شو هو الروتين اليومي المناسب اليوم لحتى نحن نحصل أكثر على بشرة صحية؟ هلأ الروتين اليومي بده كل سيدة حسب نوع بشرتها المفروض أنه هي تبدل السكين كيرز تبعها، يعني البشرة الحساسة ولا الجافة والمختلطة، يعني ما فينا نحن نكتب روتين واحد لكل السيدات. كل حدا حسب نوع بشرته بده يجيب كريمات السكين كيرز المناسبة لإله، بس يعني المينيموم أنه يكون عند السيدة واقي شمس هو كتير أساسي، ما فينا نحن نستغني عنه خاصة هلأ لأنه بلشنا ندخل بفصل الصيف. يفضل يكون عامل الحماية تبعه الـ SPF 50 وفوق لأنه نحن بلادنا كتير مشمسة. هلأ فينا هي مثلاً تستخدم واقيات شمس في بقى البالون حتى هي تخفف من طبقات الميك اب، حتى ما تضطر مثلا تستخدم فونديشن لساعات كثير طويله، ومثل ما كلنا بنعرف انه الميك اب لساعات كثير طويله كثير بيأذي البشره، ففينا هي تستخدم واقي الشمس اللي بيجي فيه اللون. كمان نحن كريمات الترطيب حسب كل نوع من انواع البشره، يعني حتى البشره الدهنيه هي بحاجه لانه سيده تستخدم لها كريم مرطب. هلا في انواع كثير موجوده بالسوق، من اهمها الهيرونيك اسيد لانه بيناسب كل انواع البشرات، واللي هي جزيئه من الاساس موجوده بجلده كل حدا فينا، كل ما كبرنا بتقل نسبتها، فهي بتحبس مي فبتجذب مي لساعات كثير طويله، فبنحافظ نحن على ترطيب والنضاره لساعات كثير طويله. والغسول هذا كمان أساسي وضروري يكون موجود عند كل سيدة، ودايماً نحن مننوه أنه السيدات اللي بيضطروا يحطوا ميك اب لأنه شغلهم بيتطلب منهم أنه يحطوا ميك اب كل يوم مثلكم مثلاً، فنحن دايماً مننوه على هالنقطة أنه ما ننام بالميك اب، هذا شيء كتير ضروري، ننظفه منيح بمزيل ميك اب وأنه نحن نرجع نغسله، بعدين بقى نستخدم روتين العناية اليومية. هلأ أنت بس تصيري بعمر كمان فوق 30 حاجتك كمان بتتبدل، يعني أنت بتصيري بحاجة لكريمات أكثر تشتغل على موضوع الشيخوخة، على موضوع بدنا شيء يسمك البشرة يحفز ألياف الإلاستين والكولاجين. بتغير الروتين مع تغير العمر، مع تغير الحالة الهرمونية، مع المشاكل حتى الموجودة بالبشرة. نحن عم نحكي على السيدة اللي بشرتها ما فيها أي مشاكل، أما هون أنت لما دخلتي ناس عندها حب شباب، ناس عندها ندبات، ناس عندها تصبغات بأشكالها، مسامات واسعة، هم بدك كمان تكتبي شيء نوعي، بس هذا طبعا بعد استشارة الطبيب لأنه هو اللي بده يتابع معه، لأنه كل مرحلة بتضطر أنه تبدل كريماتها. صحيح. طيب دكتورة، هلا حضرتك حكيتي بالبداية أنه في بعض أنواع الكريمات المفيدة اللي هلا هي ترند وكتير عم يوصفوها، أيضا كمان عم نشوف للأسف على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عم بتم تداول أنواع كريمات من دون ما يكون طبعا هذا مع وصفة طبية، مجرد أنه حدا شاف هذا الكريم ترند والكل عم يستخدمه صار يوصفوا الصبايا لبعض، هي عم تعمل أخطاء، يعني بجوز هي ما بتنفع لبشرتها، بجوز إلى أضرار طريقة الاستخدام. قديه مهم كمان ننوه أنه نحن مو أي شيء بنشوف له دعاية معناته أنه خلص أنا بجيبه وبستخدمه، صح أو لا؟ أكيد. هلأ الاستخدام الخاطئ والعشوائي لأي أدوية كريمات أو حتى الأدوية الجهازية الفموية اللي ممكن أنه أي حدا ياخدها، كثيرة هلأ منتشرة أنه حبب تعمل الشعر والأظافر والبشرة وكل شيء مع بعض. هلأ في أشياء مثبتة، في أشياء مثلا هي علمية تركيبتها بيكون مثلا فيها فيتامينات متنوعة، زنك، بيوتين، بي 12، هي الأشياء بالعكس هي كتير منيحة
ترمم الشعر، الأظافر، الجلدة، بس أنت أحياناً ممكن عم تاخدي أحياناً في بعض الفيتامينات، خلينا نقول اللي هي ما أنا منحلة بالماء مثلاً مثل فيتامينات بي، أنت أخدتي حتى لو كان جرعة مثلاً عالية شوي فجسم برجع بيطرحها، بس في عندك مثلاً فيتامينات بتتخزن بالنسيج الشحمي أو الغير منحلة بالماء بياخدوها المرضى ما بيعرفوا أنه هي على المدى البعيد عم تعملهم كتير تأثيرات جانبية مثلاً مثل فيتامينات A، فيتامين كاف، فيتامين دال، فيتامين E، كلها هدول الأربع أنواع هي فيتامينات بتتخزن بالنسيج الشحمي، يعني أنت أحياناً بصير عندك تجرعة تراكمية سمية بتضر الجسم إذا المريض ما عم يعرف يستخدمها صح، أو نحن والله عم نسمع بس أنه هالفيتامين بيفيد أو بأخر الشيخوخة خلينا مثلاً ناخده. حتى الكريمات اللي عم تستخدم بطريقة عشوائية، يعني ممكن أنت تكون نمط جلدتك دراي سكن يعني كتير جافة وانت عم تستخدمي شيء لبشرة دهنية، فانت عم بتخلصيها من هالزيوت الطبيعية الموجودة فيها وعم بتجففيها أكثر. هي أخطاء احنا كتير شائعة وكتير منشوفها، انه كل شيء بيشوفوه على وسائل التواصل الاجتماعي ممكن انه هن عم بيطبقوه وهن بالعكس عم بيسيئوا لنفسهم، بدل ما ياخذوا النتيجه الايجابيه بالعكس على المدى البعيد عم تترك لهم تاثيرات كثير سلبيه. ممكن انت مثلا تتحسسي من المنتج يعمل لك مثلا اكزيما، حمار، زيوانات، ما عم تعرفي انت انه هو عم بيناسبك او لا، ما عم تعرفي من شو عم تتحسسي يعني. فنحن دائما بننوه هذا الاستخدام الخاطئ والعشوائي للكريمات وللأدوية ما بصير. المريضة لازم دائما السيدة تتابع طبيب، تشوف شو الطبيب بينصحها، ممكن هو يختصر عليها انه يكون عم تشتري كريمات بشكل كتير عشوائي، صحيح. يعطيها كريم او اثنين يكونوا مناسبين لها صح. وهن الصح وهن اللي فينا تلاقي عليهم النتيجة اللي هي بدها اياها. طيب واليوم قديه نظامنا الغذائي بينعكس على صحتنا وتحديدا اذا فينا نقول صحة البشرة، وبشكل عام كمان الحالة النفسية اليوم قديه بتلعب دور، اذا كنا مرتاحين او متضايقين، كل هاي الامور يمكن بتسبب مشاكل للبشرة. خلينا نوضح. هلأ الغذاء الصحي والمتوازن بترك تأثيراته الإيجابية على كل أعضاء الجسم وبشكل خاص الجلد، البشرة، الشعر، الأظافر. كتير نحن السيدات نتعرض لفقر دم، لعوز مخازن الحديد، لنقص فيتامين دال أكثر من الرجال، لتبدلاتنا الهرمونية. فضروري كتير نحن نهتم حتى بالمتممات الغذائية، ما نهمل أبدا. هلأ في كتير مثلا من السيدات لك أنه أنا ما بدي أخذ الفيتامين لأنه ما بدي أسمن، بس أنت ضروري أنك تاخديه مشان ما يعمل لك مشاكل. فقر الدم بيعمل لك تعب مو بس على شعرك وأظافرك، أنت حتى على أعضائك الثانية، على القلب، على صحتك بشكل عام. فنحن كتير ضروري بعض المتممات أنه نحن ممكن أغذيتنا ما عم تقدر تعطينا اياهم بشكل يعني احتياج الجسم بشكل كافي، ففينا نحن ناخذهم بشكل متممات بس ناخذهم بطريقه صح. احيانا الناس كثير بيجمعوا بين الفيتامينات كلها مع بعضها، هذا الشيء كثير غلط. يعني احيانا انت بتكوني عم تاخذي ايه، بتقول لك عم باخذ زنك وعم باخذ الحديد وعم باخذ الفيتامينات، فانت ممكن الجسم اخذ شارده وطرح الثانيه في أوقات معينة حتى نحن نأخذ هاي المتممات الغذائية. والشق الثاني من سؤالك أنه أكيد نفسي. الحالة النفسية يعني أو الستريس، الاكتئاب أو التفكير الزايد، هذا بيترك تأثيرات سلبية على كل أعضاء الجسم المختلفة، يعني مو بس على الجلد. والناس اللي كتير هن ستريس بحياتهم تلاقيهم مثلا حتى الشيخوخة عندهم والتجاعيد اللي بتشوفيها عندهم أكيد أكثر من غيرهم بكثير، فأكيد هذا كله بيكمل بعضه. صحيح. قبل ما نختم كمان نصيحة هيك صغيرة، يمكن نعرف اللي بشرتهم شوي سمرة بيقول إنه لا أنا ما بتأثر بالشمس مثل غيري، أنا تأثيري أخف، من الأيام ما بيحطوا واقيات شمسية، بيفكروا إنه واقي الشمسي بس للي بشرته فاتحة، وهذا يمكن خطأ شائع. صحيح. هلا اكيد اللي هن بشرتهم سمراء او غابقه شوي الميلانين اللي موجود عندهم بيحميهم اكثر من الشقر من تاثيرات السلبيه لاشعه الشمس. ودائما انت لاحظي انه اللي بشرتهم كثير بيضاء وكثير شقره بصير عندهم شيخوخه متسارعه اكثر من السمر بسنين. حتى سرطانات الجلد بتصير عند البيض والشقر اكثر من السمر، بس هذا الشيء يعني هذا الشيء انه ما بيسمح لهدول الاشخاص انه لا نحن ما بدنا نستخدم واقي
الشمس، لا اكيد لازم وضروري، لانه انت بس مو بس عم تحمي حالك من الشيخوخه او من هالاذيه اللي بتسببها اشعه الشمس او بتكسر لنا الياف الكولاجين والالاستين او بتعملنا تصبغات، لا مو بس من هي المشاكل، نحن كمان الشمس بتساهم بنسبه كثير كبيره من سرطانات الجلد اللي ممكن نحن نشوفها بالاعمار المتقدمه يعني. فاي شخص لازم يستخدم واقي شمس، لا سيما الاشخاص اللي شغلهم اوت دور، يعني اللي بيضلوا برا ساعات كثير طويله واللي بشرتهم فاتحه. اكيد بالختام معلومات طبيه ونصائح جدا مهمه، بنتمنى من الكل يكون استفاد من كلام حضرتك. شكرا كثير لك الدكتوره هلا الحوش اختصاصيه جلديه، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم ونهاركم سعيد. شكرا لك دكتوره، نهارك سعيد وينعاد عليك بكل خير مره ثانيه. نعاد عليك سلمى ونهاركم سعيد. اهلا وسهلا. طبعا رح نروح لفقرتنا الاجتماعيه. مثل ما بنعرف هاي الايام الحلوه، الايام المباركه، ايام الاعياد، دائما بندور هيك فيها على كثير من المحبه، كثير من الود، واكيد التواصل الاجتماعي والاهم مع العائله. هاي الايام مثل ما بيقولوا اي واحد زعلان لازم يصالح الثاني، وخصوصا صله الرحم. مثل ما بنحكي قد ايه ممكن هاي الايام تحمل مثل ما بيقولوا مفاتيح للراحة النفسية، قد ايه ممكن تخلي هيك نبتعد شوي عن المصلحة، عن المادية، قد ايه فينا نطبق هذا الحكي بالواقع يا هايدي؟ صحيح يا سلمى، مثل ما ذكرتي يمكن للأسف نحن اليوم عايشين بعالم فيه من المصلحة والماديات، ولكن بعض الناس يمكن لسه محافظة على جوهر، محافظة على هي العلاقات إن كانت الأسرية أو حتى الاجتماعية. اليوم رح نوضح أكثر عن هذا الموضوع، خصوصا إنه الأسرة هي البوصلة لكثير منا، ويمكن بمسار ومبادئه وأسلوب حياته وطريقة تعامله مع الأشخاص اللي حواليه. فكيف ممكن اليوم نجعل من هي الأيام المباركة يعني مساحة لحتى نرمم الشيء اللي هملناه أو تناسيناه بالأيام الماضية، إن كانت بعلاقاتنا الحياتية أو الاجتماعية؟ تفاصيل كثيرة رح تخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم الدكتورة تغريدة مسلم، أستاذة علم اجتماع في جامعة دمشق. أهلا وسهلا دكتورة، وكل عام وأنت بخير. صباح الخير وكل عام وانتم بخير. يسعد صباحك دكتوره، وينعاد عليكي. خلينا نبلش على اهلي. تسلمي دكتوره، خلينا نبلش مع حضرتك. اليوم مثل ما بنعرف حياتنا بشكل عام تغيرت، صار في كثير مسافات بعيده بيننا وبين يمكن اقرب الاشخاص مننا. صحيح معنا كلياتنا موبايل عم نتواصل فيه، ولكن هذا الشيء زاد من حده المشاكل، من حده التوتر، من حده الغضب، حتى الجفا صار اسهل انه الشخص يجافي الثاني لانه ببساطه بيتجاهله، ان كان على مواقع التواصل الاجتماعي او بالحياه. كيف فينا نحارب هيك، او فينا هيك نوقف بوش هي الحياه الماديه اللي صارت موجوده هلا؟ صحيح، الحقيقة أنه كل المظاهر السلوكية اللي نحن عم نعيشها عم نلحظها بتأكد أنه نحن في تغير، يعني المجتمع يسير نحو التغير، والتغير أمر حتمي لابد أن نقر به، لكن أنه ياخذنا التغير للشيء السلبي أكثر من الإيجابي، هون لازم يكون في وقفة ونرجع نعيد النظر بسلوكياتنا، بقيمنا، وبكل تصرفات. فالأسرة مثل ما تفضلتي هي البوصلة، هي أساس، هي النواة الأولى لمجتمع يكون مجتمع قوي ومجتمع صالح. لما عم نلحظ هالسلوكيات كلياتها، أو خلينا نقول المعايير الخاصة بقيمنا عم تختلف أو عم تجنح لشيء أكثر، مثلا نحو المادية عم نشوفها بالفعل هيك، يعني في عندي تغيرات كثيرة حصلت على المجتمع، التسارع اللي نحن موجودين فيه، التكنولوجيا اللي دخلت، الظروف اللي عم نعيشها سواء ظروف اقتصادية وأثار نفسية مسقلة بها النفس، هذا كله بيؤدي إلى أنه يكون في عندي العضو ضمن هالأسرة، وهالأسرة إذا ما كانت قوية رح نشوف انه هي ضعضعت وضعفت. فلذلك نحن عم نشوف ايه في تغير وفي جنوح نحو خلينا نقول الماده، او خليني اقول مركز القوه بدا ياخذ نحو الماده هي معيار القوه وليس الاخلاق او ما كنا معتادين عليه او ما تربينا عليه. تمام دكتورة، بتلاحظي بالفترات الأخيرة العلاقات الاجتماعية عم تتقلص لحتى يمكن تقتصر على الأسرة الصغيرة، بتلاقي كثير من الأشخاص ما بدهم يكونوا علاقات خارجية مع الأشخاص اللي حواليهم، قدي هذا الشيء غلط؟ خلينا نوضح هذا الموضوع ونعرف قدي للتربية في دور بالموضوع. صحيح، العلاقات كل ما عم بتضيق وتنحصر، يعني خلينا نقول تتقلص،
هالعلاقات، عم تصير ضمن الأسرة الواحدة، حتى ضمن الأسرة الواحدة عم نشوف يعني العلاقات كمان عم تتقلص أكثر وأكثر، يعني بيكونوا اثنين ضمن الأسرة قاعدين بنفس المكان لكن كل حدا بعالمه الخاص. صحيح. اللي أتت فيه التكنولوجيا واللي نحن يعني خلينا نقول الضغوط الموجودة عم تخلي إنه يعني المقاومة بأقل درجاتها. منيجي للأسرة والتربية اللي عم تقولي عليها ودور التربية، منشوف إنه التربية يعني بدأت كمان إنه نشوف فيه يعني قيم معينة تحل محل قيم معينة أو مفاهيم عم بتحل محل مفاهيم، وضوابط عم تتراجع وعم يكون في تنازلات لبعض المعايير على حساب بعض المعايير الأخرى. فمنشوف دور اللي كان سابقا الأسرة عنا السلطة هي لرب الأسرة، هو مزود بالمعلومات، هو مزود بكل المعرفة للأسرة. حاليا الأدوار ضمن الأسرة عم تختلف وعم تتجه باتجاه آخر، حتى مزود المعلومات ما بقى هو الأب أو رب الأسرة، عم نشوف لا صار في مصادر تانية، يعني الأبناء عم يكونوا لهم دور كتير كبير خاصة بالتطور اللي نحن عم نعيشه والتكنولوجيا ودورة عم تخلي إنه المعرفة بيد الأبناء أكثر من الآباء. هذا بيعني تزعزع السلطة الأسرية واللي نحن حاليا نفتقدها، وهذا يعني من مبادئ بالتربية. يعني التربية أنا مو فقط إني يعني ابعته على المدرسة أنا ربيته، لا أنا بدي ربي على أسس تكون ثابتة. بشوي قلنا إذا كان عندي هالأسرة أو أفراد هالأسرة عندهم ثوابت في تربية وفق لثوابت قوية، نحن رح نشوف كل العوامل، كل المتغيرات، كل الضغوط رح يخف، رح يكون تأثيرها بالحد الأدنى. لكن أنا لما هالثوابت هي بتضعضع يعني رح شوف إنه لا صار في ضعف وهشاشة، وبيلحقوا هذا الشيء تغير بالقيم وتغير بالثقافة. يعني سابقا كنا نشوف في عنا الأب أو المثل الأعلى أو القدوة، هاد أي مشكلة صغيرة أو كبيرة هو له السلطة، هو له الكلمة الأخيرة بأنه يحل هالمشكلة. حاليا يعني لا كبير ولا غيره له سلطة. صحيح دكتورة، خلينا نحكي عن شيء كتير مهم وعم نشوفه بحياتنا بالوقت اللي عم ندور فيه لحتى تتوضد مثل ما بيقولوا العلاقات الاجتماعية والأسرية. في عنا مفهومين متناقضين صاروا بيوجه بعض، المحبة الغير مشروطة والمصلحة. صحيح. مثل ما بيقولوا هذا الزمن بينحكى عنه أنه زمن المصالح، يعني المحبة فيه ما عادت غير مشروطة، أصبحت مشروطة. صحيح. أنا بحبك لأني بستفيد منك. صحيح. أنا بحبك لأنه أنت بتدعمني على السوشيال ميديا، بتعطيني لايكات، بتقوي لي جمهوري وما إلى ذلك بكل مناحي الحياة. مين محبوب صرنا نقيس قديش هو محبوب بقديش عنده متابعين ومشاهدين وما إلى ذلك. هذا الوقت قديش صعب إنه نحن نرجع فيه للمحبة الأصلية، العلاقات الاجتماعية الأصلية بعيدا عن هي المصلحة اللي صارت موجودة. الوقت صعب كتير إنه نحن يكون، لأنه نحن أساسا لما بكون أنا عم ربي على المشروط رح يكون في عندي نتيجة مشروط. فأنا لما المحبة ما في يعني معيار المشروط لا يتوافق مع كلمة محبة. فأنا بحبك لأنه قديش بتعطيني وقديش الفائدة، هون ما بقى اسمها للأسف هي ببلشوا فيها من الأولاد الصغار. من الأولاد الصغار يعني بتعمل هذا الشيء رح يكون رح أدي يعني هذا المقابل له. صحيح الثواب والعقاب والمكافأة ضرورية، لكن بحدود، إلى ضوابط، إلى معايير، وأعرف إمتى أستخدمها والمعيار اللي على أساسه بدي أنا أستخدمها. أما إذا بدي أخذ يعني كل شيء مقابل شيء، فنحن ما ننسى ابدا انه اولادنا هن معيار، هن مرايتنا. كيف بتحب يكون مرايتك، كيف بتحب تكون انت بنهايه العمر، انت هلا عم تاسس لها. فلذلك لابد انه نرجع ونعيد النظر بسلوكياتنا اللي نحن عم نقوم فيها ومنعتقد انه هي من التطور. الحقيقه لابد من العوده لسلطه الاسره، لسلطه رب الاسره، لانه نحن مجتمعات غير مهيئه لانتقال السلطه للابناء. طيب اليوم نحن كيف فينا نستثمر هي الأيام المباركة لحتى نحافظ على علاقاتنا الاجتماعية، ويمكن لحتى نخلي الجانب الإنساني والاجتماعي هو من الأولويات والأساسيات اللي لازم تكون موجودة بحياة أي شخص فينا؟
نرجع للأسرة ولرب الأسرة وجمعة الأبناء والتواصل مع العيلة الكبيرة وتبادل الزيارات والمحبة واللقاءات والحوارات ضمن الأسرة وضمن الصغيرة والأسرة الكبيرة، هذا بيخلي إنه نرجع نزرع بهالأبناء بذرة إنه المحبة اللي هي بدون مقابل، اللي هي إنه نحن لازم نضل نتواصل، والمعروف إنه نحن والموثق إنه لما أنا بدي أزرع قيمة بأبنائي بدي يكون أنا عم مارسها. فهون لما منجي نحن كأسر من مارس هالقيم ومنقوم بهاللقاءات، هاد بالشكل الروتيني رح نكون زرعناها زراعة صالحة عند الأبناء ورح نشوفها فيما بعد. أكيد دكتورة تغريد، وحضرتك على تماس مباشر مع أجيال مختلفة، ومنا أهم شيء جيل الشباب اللي حضرتك موجودة معهم بالجامعة اليوم، أكيد عم تشوفي تغير حتى طريقة التعامل بين هذا الجيل، قد ايه تأثر القدوة عنده، خليني أقول اتجاهاته. يمكن سابقا كنا بنعرف كل شخص بيدور شو رح يكون المهنة له طبقا للأكاديمي، الشيء الأكاديمي اللي عم يدرسه، هلأ حتى هذا الشيء صار مختلف اليوم، كيف عم تحاولي توجهي شوي البوصلة لشبابنا بهذا الوقت؟ صحيح، اللي عم نلاحظه على الشباب بالفعل انه قدوة يعني تراجع دوره، ما عادت موجودة القدوة، قدوته هو عم ياخدها من الفضاء الكبير وهو عم يكون بقى القدوة اللي بتناسبه. وهذا طبعا هون يعني أنا ما بقول أنه غلط، التطور موجود والتغير لابد أنه يكون موجود، لكن أنا هون بحتاج إلى يكون في موجه بحيث أنه أنا ما يكون في جنوح لهالشباب أو لهالأجيال الجديدة أنها تجنح بالكامل لثقافة أخرى. فنحن بدنا نرجع دورنا كمعلمين، كأرباب أسر، كموجهين، ككل حدا بمكانه بالمجتمع، كإعلام بمكانه بالمجتمع، بحيث أنه يكون يعني يسند هدول الشباب ويقوم سلوكهم أو يرجع يخلينا يوجه البوصلة باتجاه القيم، باتجاه الثوابت اللي نحن متربيين عليها بثقافتنا وبحضارتنا اللي هي ما زالت مستمرة من أجيال عديدة. فلذلك منشوف نحن بالفعل أنه هالشباب يعني عم تجنح أنه للمادة والقيمة. سابقا كان اللي عنده العلم هو يعني اللي له القيمة بالمجتمع. صحيح. حاليا شو معك انت قيمتك بتساوي قديش انت معك، وما طرحته التغيرات والظروف اللي حدثت مؤخرا او بالسنوات الاخيرة، عم نشوف بالفعل اللي هن يعني عم يكونوا الاقوى او عم يحققوا بروز اجتماعي وحضور اجتماعي هن بقدر ما عندهم، وهم ليسوا بأصولهم، يعني ما أنا أصول عندهم هذا الشيء، وإنما حصلوا على خلينا نقول على هالمال وهالسلطة المادية أو هالقوة المادية اللي حصلوا عليها بشكل غير شرعي. هون عم يجي الشباب ويقارن إنه أنا العلم شو بيعمل لي تجاه هدول اللي هني ولا لا علم ولا شيء وهني حصل، يعني هاي فعلا مشكلة عم نواجهها ومعضلة حقيقية إنه عم نشوف كل الشباب إنه أنا يعني إيه وعلم شو بدي. حتى ولد صغير تسألي أنت شو بدك تصير، يعني ما بده بقى علم، بده شيء شو بيحقق له حضور، شو بيحقق له قوة، قديش هو ممكن يكون عامل وزن بالمجتمع، عم يقارن هالشي بقدر إنه قديش أنا عندي مادة، وهذا غلط. لابد أنه نرجع نحن كأسر نرجع نقوم نوعا ما ونوقف جنب أبنائنا بحيث أنه نوجههم الوجهة الصحيحة. اللي حصل بشيء سريع بده يروح بشكل سريع، أما اللي بنى على أسس قوية هذا هو اللي بده يستمر. طيب كيف اليوم فينا نحافظ نحن على علاقاتنا الاجتماعية مع الأشخاص اللي حوالينا، مع الزملاء، مع الرفقة، بأي مكان نكون موجودين فيه، نحن كيف ممكن اليوم نكون علاقة صحيحة بعيدا عن أي مشاكل ممكن تصير؟ العلاقة الصحيحة اللي أنا بدي كونها بدها تكون أنا شو هي الأشياء، محدد ما هي الأشياء اللي أنا بدي إياها، شو معاييري، شو ضوابطي، يعني أنا وين حد التنازلات اللي ممكن أقدمه وممكن أسمح فيه، على هالأساس أنا ببني علاقاتي. العلاقات ليست يعني ما بتنبنى على أنه طرف يحقق منفعة على طرف، وهون رجعنا للمقابل. أما العلاقات الصحيحة اللي هي أنه الطرفين يقدموا لكل طرف يقدم، وهون
هون لما بيكون عندي كل طرف عم بيقدم هون رح التقي عند نقطة بتحقق منافع أو رغبات الطرفين، هيك بيكون عندي أنا علاقة اجتماعية، ومهما كان نوع هالعلاقة بتكون بالفعل علاقة صحيحة. يعني لابد أنه نحن ندرس ما هي الغاية وما هي الحاجة، يعني شو الحاجة وشو الهدف اللي أنا بدي أوصل له، على هالأساس أنا ببني علاقاتي بشكل صحيح، وما تكون المنفعة من الطرف هي السائدة. صحيح دكتورة. قبل ما نختم حديثنا، واليوم نحن عم نحكي عن أيام مباركة، أيام العيد، وطالعين أساساً من شهر كلياته روحانيات ورحمة، كيف فينا نضل محافظين على كيف دربنا حالنا خلال هذا الشهر أنه نكون صبورين، أنه نأخذ من هذا الشهر القيمة الحلوة ونضيفها لنفسنا، كمان نستمر بهذا الشيء بالعيد وما بعد العيد؟ صحيح، يعني شهر رمضان بفضائله الكبيرة بيرجع لحتى يذكر الكل أنه نرجع لقيمنا الأصيلة، نرجع لعقيدتنا اللي نحن تأسسنا عليها، ونرجع نقوم من سلوكياتنا. هذا الشيء مو فقط بالشهر الكريم، وإنما بدنا إياه يكون على طول العام، طول على مدى الأيام اللي نحن عم نعيشها، نرجع يعني قيمنا نوعا ما نرجع نضبطها، أو نرجع نمتثل لها، ونقدر الإمكان نلغي كل المؤثرات، يعني الضغوط والمؤثرات النفسية الداخلية والخارجية كلها نحد منها، ونكون نوعا ما أقوياء، نخفف من الهشاشة اللي نحن عايشينها، ونرجع نتوازن ونمشي بشكل صح. هيك نحن رح يكون في ورانا جيل صح. أكيد. بالختام، موضوع كتير مهم، بدنا نشكرك كتير الدكتورة تغريد مسلم، أستاذة علم اجتماع بجامعة دمشق، شكرا لك ولوجودك معنا لليوم دكتورة. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير، وجميع المشاهدين بألف خير. ينعاد عليك بكل خير، شكرا لك دكتورة. وعليك يا رب. شكرا. أما هلأ هايدي لوين رح نروح؟ هلأ خلينا ننتقل مباشرة لحمص، ويمكن اليوم للحلويات في عنا حصة كبيرة. صحيح. لهيك خلونا مشاهدينا نعرف مع مراسلتنا شيرين العلي من محافظة حمص، عم تعرفنا على أصناف الحلويات التراثية يلي أكيد بتزين ضيافة العيد بهي الأيام المباركة. خلونا نتابع التفاصيل سوا وراجعين. يهل العيد وتعبق معه روائح الحلويات الشهية والمميزة، ويحرص أهالي حمص على وجودها وتقديمها، فأقراص العيد الحمصية تعتبر من أشهر الحلويات التراثية. ولمعرفة أكثر عن طرق إعدادها، زرنا أحد الأفران المختصة بصناعة الحلويات الشرقية. في أنواع تانية بتنطلب عنا، المعمول والبرازة والبتفورات، بس طبعاً حمص ما بصير، ما في عيد بدون أقراص العيد. المكونات الأساسية هي السمنة والسكر والطحين. طبعاً في عنا النكهات، هي المحلب واليانسون والشمرة، هاي كمان وجوزة الطيب. طبعاً هلأ بهاي الأيام عم يعني على قدر السعر عم حاول انه نقدم شيء ممتاز ان شاء الله باسعار مقبوله للجميع. هلا الحلويات المطلوبه اكثر شيء راس العيد، معروف في حمص ما بفتح بيت الا ما فيه راس قرص العيد، هو كيس الراس ساده منجهز فيها. نحن تقريبا من نص رمضان اتجاه العيد بنضل عم نجهز فيها راس. عندنا العجوي كمان، المميزين بحمص انه نحن عندنا راس بعجوي وراس ساده. أقراص سادة أو محشوة بالتمر، تلك الحلويات التي يزداد الطلب عليها ولا سيما في هذه الأوقات. عم نشتغل معمول بتمر، مكوناتها طحين فرخة، طحين أبيض، محلب، حليب، شمرة، يانسون، هاي مكوناتها. حشوة التمر اللي بقلبها طبعا بنحط فيها ما زهر، ما ورد، سمني مشان تطلع طريه وهالشي. هاي لانه اغلبيه اهالي حمص يعني بيرغبوا انه ياخذوا معها مع القرص، وبياخذوا معها قرص التمر، هاي اكثر شيء يعني مرغوبه مع القرص. إقبال جيد شهدته محال الحلويات والمخابز لشراء أنواع عديدة من الحلويات لتكون ضيافة العيد السعيد. شيرين العلي، الإخبارية السورية، من أحد الأفران المختصة بصناعة الحلويات الشرقية في حمص. أكيد يا هايدي، بدنا نصبح على شيرين وعلى كل مراسلينا اللي كانوا خلال شهر رمضان وأيضا خلال الأعياد عم ينقلوا لنا الحلويات وأيضا المطابخ اللي بالمحافظات السورية أهم العادات.
العادات والتقاليد، ونحن من الحلو للحلو مستمرين. مستمرين اليوم المعدة مصرة انه هي تخلينا تشهينا بلشكل تقرير شوكولا، وهلا معنا معنا اللوزينة. يعني رح نتعرف على سيدة ومشروع جديد، طبعا هذا المشروع لصناعة الحلويات بشكل يدوي، وقدرت انه هي توجد لها بصمة خاصة. نعرف الأكل بالعموم مثل ما بيقولوا نفس ونكهة، وبيكون كتير صعب كل واحد يوجد له مساحته. هي اختارت صنف من الأصناف المميز جدا هي اللوزينة، وعملتها بأشكال وبطرق، قدمتها بطرق مختلفة. صحيح، يمكن اليوم مشاريع الشوكولا والحلويات بحاجة لصبر وبحاجة لذوق كبير. صحيح. من السيدة أكيد هي المشاريع كتير مهمة، وعم نشوفها بشكل كتير كبير مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، كتير من الصبايا والسيدات عم يلجأوا إلها، عم تكون مربحة وأكيد عم تكون مهمة. رح نعرف اليوم مشاهدينا ضيفتنا ساندرا دالاتي، أكيد رح تخبرنا اليوم عن أفكار كتير حلوة بضيافة العيد، أكيد بتصاميم كتير حلوة. أكيد خلوني نرحب فيك يا ساندرا، كل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا فيك. بخير ويسعد صباحكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير ساندرا، ينعاد عليك، وصباح الحلو. صباح النور والحلو يا رب. أهلا وسهلا. خلينا نبلش، يعني أول شيء اخترتي مشروعك الصغير يكون باللوزينة، تمام. ليش اخترتي وكيف اجتك الفكرة أنه أنا بلش بهذا الشيء؟ نحن الرائج عنا بنعرف الكعك المعمول، الشوكولا. هلأ بالنسبة إلي أنا كسيدة سورية حبيت أني أبلش هيك بمشروع صغير وأدخل فيه مجال العمل، فنقيت اللوزينة كونها صنف متميز مثل ما قلتي غير مطروح بمجالات العمل. اللوزينة بالنكهة الحلبية هي شيء طيب كتير. بلشت بتجارب صغيرة على رفقاتي على قرايبيني وعلى الجيران، بعدين شوي شوي توسعت دائرتي، توسعت دائرة معارفي، بلشت شارك بالبازارات، والبازارات الحقيقة كان إلى دور كبير بتوسيع شغلي وتطويره. تمام، يعني احنا اليوم مركزين على لوزينة اليوم. تماما. خلينا نوضح شو هي النكهات يلي حاولتي انت اليوم تتميزي فيها بهذا النوع من الحلويات وتتركي بصمة خاصة فيكي بهذا المشروع. هلأ أنا بالأساس القطعة الضيافة عندي مكونة من عجينة اللوز. عجينة اللوز بتتميز بالطعمة السحرية تبعيتها، وهالطعمة أنا حاولت أني أضيف عليها مكونات مميزة وخاصة. مثلا أنا ضفت شوكولا، زينتها كمان بالفستق الحلبي، كمان ضفت الأمر الدين، ضفت جوز الهند. رح نستعرضهم كلهم تماما بعد الهواء، رح ندوقهم كلهم. اهلا وسهلا. ومن هلا عم اقول لهم للمخرج ما راح اترك له ولا قطعه، مع انه هو اول ما شاف الطاوله هيك حسيته يعني فتحت نفسه على اخراج الحلقه، غيرتي نفسيه كل اللي بالاستوديو بصراحه. مثل ما بيقولوا الحلو بيغير النفسيه. الحمد لله. الحمد لله. هلا عم تحكي عن الانواع، نحن معتادين اللوزينة يمكن بشكلها الاساسي مثل هاي دي اللوزينة الاصابع الكلاسيك. تماما هي الاصبع الكلاسيكي اللي عندك، هذا اللي نحن متعودين عليه. تمام. بنشوفه. هلا عم نشوف اشكال ثانيه يمكن. تمام. مثل الشوكولا. هلا انا دخلت لها هي عجينه اللوز، مدخل لها الشوكولا والجوز، حقيقه اعطت كومبينيشن غريب وطعمه فريده من نوعها. كمان دخلت لوزينة مع امر الدين، يعني كمان هي جديده، كمان عندك هاي دي غريب. اللي بحب الطعمه الحامضه والحلوه سوا. صحيح. كمان بتغير شكل القطعة كلها. تماما تمازج غريب وطعمة طيبة. كمان دخلت مع الأمر الدين طبقة جوز هند، دخلت الفستق الحلبي الحب، دخلت اللوز. هاي اللي طالعة فيها شكلها ما مبين انه لوزينة أبدا، يعني شكلها كتير مميز وكتير كتير كتير حلو. طبعا طيب. وكونه نحن عنا عجينة فأنا بقدر أتحكم بهالعجينة بالأشكال والموديلات، وقدرنا نعمل موديلات خاصة بالمناسبات والأفراح، الولادات والأعراس. صحيح. طيب طريقة صناعة هي الحلويات قد ايه بتاخذ معك اليوم وقت وجهد؟ قد ايه بده صبر؟ خلينا نوضح أكثر. طبعا هلأ هالنوع من الحلويات أول شيء بده وقت وجهد واجتهاد، وبعدين لحتى أقدر ركز المقادير. وطبعا الخلطة تبع اللوزينة والتجارب أخذت مني وقت وجهد كتير كبير، وكانت الحمد لله يعني نتائجها حلوة كتير بالسوق. هاي اللي للمناسبات كنت عم تحكي عنها، اللي هي ممكن تتقدم ممكن مثلا بالولادة بالأعراس. تمام. كمان هي شيء كمان كتير حلو، كمان نادر لنلاقيها بهذا تمام. الشكل. هلا الأشياء اللي عم تعرضيها هي للولادات، وفي موديلات الورد مثلا بيرغبوا لها كتير بالأعراس.
الراس تمام، وحتى نحن فينا نتحكم بالالوان تبع اللوزينه بالنسبه للمناسبات. طيب انت اليوم كيف تعلمتي صناعه هي الحلويات اللوزينه؟ يمكن شفتي تعلمتي على اليوتيوب او كان في دورات معينه تبعتيها؟ خلينا نوضح اكثر. بالحقيقه انا نحن في يعني عنا بالعيلة هالقصة بصناعة الحلويات والذوق وهالقصص، لازم ناخذ كانت أنا ما عاد أقدر صحة وهنا ما عاد أقدر قاوم صحة وهنا بعدين مو بيقولوا اسأل مجرب وما تسأل حكيم فنحن يعني لازم نجرب لحتى نعرف صحة وهنا لكن المصور عم بيقول لي أعطيني واحدة هلأ بعد الحلقة والله فبالإضافة لهالشي أكيد اتبعت دورات لحتى أقوي هالإمكانيات اللي عندي وأسقلها، واتبعت دورات بالتسويق لحتى كمان أقدر أسوق لمنتجي وكون على دراية ومعرفة برغبات الناس أكيد. وهذا الشيء اللي كان بدي أسألك عليه ساندرا، اليوم التسويق جزء أهم يمكن بكتير حقيقة من أي شيء تاني. اليوم للأسف نشوف في ناس شاطرين بالتسويق بس بضاعتهم مثل ما بيقولوا أو منتجهم ما بيستحق، بينما في منتجات مظلومة إذا ما كان في إلها تسويق صحيح. اليوم عنا جزئين صار، البازارات اللي هي جزء كتير كبير بخليكي تكوني بتماس مباشر مع مثل ما بيقولوا المستهلك أو الزبون، وعندك السوشيال ميديا. شو أكتر شيء اعتمدتي عليه أو اعتمدتي على الاثنين؟ هلا اكيد اعتمدت على الاثنين، يعني انا بالدرجه الاولى كسيده ربه منزل شغلي هوم ميد وهاند ميد بالبيت، فانا كثير اعتمدت على السوشيال ميديا كفيسبوك واتساب وانستغرام بالتسويق لمنتجاتي، وطبعا البازارات كان لها دور كثير كبير وفعال بتسويقي وبوجودي يعني انه تخلي هالزباين تشوف منتجي، ووقت اللي شوف انا الرضا والاهتمام والسعادة بوجه الزبون عن المنتج تبعي، هذا طبعا شيء عطاني كتير استمرارية وعطاني دفع للقدام وعطاني اني اقدر اطور هالمنتج تبعي واقدمه بطرق اكتر ومختلفة اكتر. تمام. يمكن ببداية صباحنا كنا عم نحكي انا وسلمى انه المعمول هو اكتر شيء الحلويات المطلوبة بالعيد طبعاً. ولكن اذا بنحكي عن اللوزينة كيف عم يكون اقبال الناس اليوم ان كان بالعيد او بالمناسبات بشكل عام؟ هلا الحمد لله انا الاقبال عندي ممتاز ومن جميع الشرائح الاجتماعيه عم بيكون الاقبال موجود. طبعا جوده المنتج كثير بتلعب دور طبعاً. عندي وانا هذا هدفي بمشروعي اني ضل محافظه على جوده منتجي واقدم للزبون نوعيه عاليه من اللوزينه والاضافات المضافه إلى. يعني محتار الواحد مثل ما بيقولوا دائما، كمان الشكل بيأثر. يعني نحن عم نشوف انت مو بس عم بتدخلي اصناف عم تدمجيهم مع بعض، حتى تنسيق الشكل بحد ذاته، يعني كيف عم تعملي الرسومات، يعني هي لوزينه بس اللي بشوفها بيعرف انه هي شكلها اخذ شكل المعمول طبعا. فانت هي مثلا ممكن يرغبوها هلا بهذا الوقت لانه هلا وقت العيد مثل ما بيقولوا. قديش بتختاري هيك بتشوفي بتراقبي مثلا منافسين، بتشوفي شو موجود بالسوق، شو في ترند، شو في مطلوب، ممكن الزبون يوصيكي على شيء معين تعملي له اياه؟ اكيد 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 نحن بنشتغل تواصي حسب الموديل اللي بيريده الزبون، ومثل ما قلتي انت دائما المناسبات هي اللي بتتحكم تفرض نفسها بوجود صنف او قلته حسب فتره الطلب. مثلا بالصيفيه بتكثر الاعراس فنحن بتكثر صناعتنا مثل ما قلت لك للسوفينيرات والورود بالذات نوعيه لوزينه الورده كثير بتكون مطلوبه عندي بالصيف مثل ما قلتي هلا قبل فتره العيد، موديل المعمول كثير بيكون مطلوب عندي صحيح. فتره الربيع واللي بيكون مثلا بيجيني هدايا على سفر او هيك شيء عندي طلبات تبع الامر الدين واللي فيها فستق حلبي كثير بتكون مطلوبه السفر. فيعني المنتج بيفرض نفسه حسب أكيد. مواعيد السنة وحسب التقويم تقريبا. صحيح. أمن بلشتي بمشروعك؟ صار لي تقريبا 5 سنين. 5 سنين مدة منيحة. من هداك الوقت لهلأ خبرينا أكثر شو اللي تغير بالمشروع؟ هلا اكيد المشروع بلش يتطور شوي شوي وبلش يتطور بالاصناف وبلشت ازيد عليها، ودائما انا عم بيكون عندي تطور بالنكهات وبالاضافات، وكنت الحقيقه ممنونه لطلوعي سلم درجه درجه، والله يقدرني اني اقدر كفي واستمر بهالنجاح اللي انا حققته. اكيد ساندرا، يعني دائما كل سيده بتحاول انها تكون لها بصمتها الخاصه باي شيء بتعمله بالحياه، إذا طبخة
بتطبخها بتقول هي نفسها مختلف عن غيرها. اليوم اللوزينة هي جزء من الأكلات والحلويات التراثية اللي نحن بنتميز فيها أيضا ببلاد الشام لوجود اللوز عنا وأيضا الفستق الحلبي. خليني أقول شو الشيء اللي ميزك من أول ما بلشتي المشروع؟ قلتي أنه أنا إذا حدا بيشوف هاي القطعة بيقول هاد شغل ساندرا. تماما. هلأ أول شيء مثل ما قلتي اللوزينة هي حلوة قديمة معروفة منذ القدم وكانت غنية بالفوايد وحتى كان لها استعمالات طبية. هلأ اللوز كلوز هو مادة غذائية غنية بالفيتامينات وبالألياف والبروتين، فأنا الحقيقة يلي بيميزني هو استعمال اللوز الصرف وطعمة اللوز الواضحة والممتازة بمنتوجي. فالحقيقة اللي بيميزني دائما يعني من أول ما بلشت لحد الآن هو الجودة العالية للقطعة اللي أنا عم بقدمها. بالختام ساندرا دالاتي شكرا لك وأكيد بنتمنى لك كل التوفيق بمجالك. شكرا إلكم وأنا حابة أتشكركم وأتشكر البازارات وخصوصي حابة أتشكر مدام رنا الطباع الأخت والصديقة يلي أتاحت لي الفرصة أني أشترك معكم بهالبروغرام الحلو. أكيد نتشكرها ونعايد عليها. ألوان سورية فعلا قدرت يعني خلال هاي السنوات أنه هي دائما تعرفنا على سيدات من كل المحافظات السورية. حضرتك من حلب صحيح؟ أنا من حلب. بدنا كمان 100 سلامة لأهلنا بحلب وينعاد عليكم بالخير والصحة دائما. شكرا لك لوجودك معنا. شكرا لكم. أهلا وسهلا فيك. أما نحن مشاهدينا مكملين بمشوارنا الصباحي ورح ننتقل مباشرة لمحافظة طرطوس. وكاميرا الإخبارية السورية كانت موجودة برفقة زميلنا محمد حسن أكيد لتنقلنا معايدات الناس بعيد الفطر. خلونا نتابع هاي تفضل سعيد كلام بخير. يعني ما بعرف اللي بتمنى كل العالم يعني بتمنى الأمور تزبط بقى نرتاح. كل عام وانتو بخير. تنعاد على سوريا وعلى الشعب السوري بألف خير وعلى الرئيس بشار الأسد بألف خير وإن شاء الله السنة الجاي تكون سنة أحلى. كل عام وبلدنا بألف خير سوريا وإن شاء الله بترجع سوريا أحلى من مكانت عليه، بترجع الأمن والأمان بيغطي كل البلد وترجع تزدهر سوريا من أول وجديد. كل عام وانتم بخير جميعا إن شاء الله ينعاد على الجميع بالخير والصحة والسلام يا رب. إن شاء الله كل عام وكل سوريا بخير إن شاء الله بينعاد عليكم بخير وعلى السيد الرئيس وعلى الأمة الإسلامية والعربية وكل العالم إن شاء الله بينعاد عليهم بالصحة والعافية. رح نروح لمحطتنا الأخيرة يا هايدي ورح نقول هيك كنا عم نحكي شوي اجتماعي للسن الأكبر قبل شوي، هلأ رح نحكي للأطفال. قد هاي الأيام مهمة جدا لحتى نبلش مع الأطفال ونعلمهم يمكن المبادئ الأساسية للأعياد، العلاقات الأسرية. قد هاي مهم يمكن فرحة العيد ما تقتصر بس على الألعاب مثل ما الأهل بيفكروا أنه العيد فرحة للولاد بس ألعاب ونروح وناخد عيدية، لا، في يمكن قيم أهم لازم نبلش فيها مع أطفالنا. هايدي أكيد مثل ما ذكرتي سلمى اليوم العيد مو بس فرحة بالعيدية أو بالثياب الجديدة أو بالألعاب، لا، هو فرصة كتير مهمة لأطفالنا لحتى نرسخ عندهم مبادئ مهمة بحياتهم، قيم وصفات كتير مهمة بتفيدهم بحياتهم لحتى يعرفوا يميزوا بين الصح والغلط. يمكن خلال صباحنا لليوم وفقراتنا كنا عم نحكي اليوم قدي نحن عايشين بزمن السوشيال ميديا وقدي يمكن الكبار عم يحاولوا يلجأوا للمعايدات من خلال مسج عابر للكل، فكيف رح يكون العيد بزمن أطفالنا؟ كيف هذا الشيء رح يأثر عليهم؟ أكيد تفاصيل كتير مهمة رح تخبرنا عنهم ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الاستوديو الاستشارية الأسرية رهف تسابحجي. صباح الخير. صباح النور. كل عام وانت بألف خير. كل عام وانت بألف خير يا رب. نعاد عليك وأهلا وسهلا فيك يا رهف. عليكم يا أهلا. خلينا نبلش هيك يمكن بهذا الوقت اللي نحن فيه من دون ما يقصدوا الأهل اللي هن قدوة لأطفالهم بيشوفوهم أنه عم تقتصر عندهم المعايدات بمسج على الواتساب أو على الماسنجر، تعليق على الفيسبوك بوست، هيك عم بيعايدوا بعض أو يعايدوا يمكن أقرب الناس لهم. هذا الشيء بيتأثر في الطفل وبيحس أنه هذا هو التصرف الطبيعي، أنا هيك لازم أعمل. صحيح. خلينا نحكي من هون بتبلش الحكاية. هلأ الشيء اللي بيميز مجتمعاتنا هي الحياة الاجتماعية، الحياة الأسرية، فكل ما كانت مترابطة أكثر كل ما كان المجتمع مزدهر أكثر. طبعا دائما الأطفال بيشوفوا آبائهم هن كيف عم يتصرفوا فبصيروا مثلهم، أبدا نسخة طبق الأصل. فلما عم يصير كله عم يقتصر على السوشيال ميديا، عم يبعثوا مسج للكل على الواتساب جروب العيلة، فبتلاقي خلص الولد أنه خلص يلا منشوفهم، خلص عايدنا عليهم، فلا تتعرف على عيلته، لا تعرف مين عماته
أولاده عمومه، وخاصة يعني هو مناسبة العيد هو مشان تجتمع العيلة، فصاير كل واحد بديرة وكل واحد بمكان. صحيح. على الأقل للي الأشخاص اللي موجودين لسه هون مهم جدا يكون في اجتماعات، يعني الواحد يتعرف على العيلة تبعه، على أولاد خالته، أولاد عمته، أولاد 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 عمه. صحيح. يعني على شجرة العيلة كتير منلاقي هذا الشيء كل ماله عم يتراجع لورا، وهذا بيعمل حالة من التفكك، بيعمل كمان حالة تانية عند الأطفال اللي هي حالة الانطوائية، فبصير إنه ما عاد في داعي، لعبنا نروح، لعبنا نجي، حاطين الموبايل وعم نلعب، عم يصير عنده العالم الافتراضي تبعه هو العالم الحقيقي للأسف، بينما العالم الحقيقي هو العالم المهمش بالنسبة له، فهذا الشيء عم يخليه انه هو خلص يعني انا ليش بدي اشوف العالم، ليش بدي اروح، وخاصة اوقات الاهل بيحطوا مثل ما بيقولوا عوائق، مواصلات ما في، يعني صعب صاير، الضيافة، الكذا، كمان كثير من عاداتنا، يعني ما فينا ننكر هالشيء. أكيد أكيد، فلذلك مهم جدا يكون في اجتماع للعيلة، هيدا الاجتماع خلينا نقول على الأقل مرة بالسنة أو مرتين بهالعيدين، يعني يكون في عم يجتمعوا سوا، عم يتعرفوا على بعض، عم يصير في أحاديث مشتركة. مهم جدا كمان نقطة تانية، خلال هاي الاجتماعات نبتعد عن الأحاديث المحزنة، تمام، الأحاديث المشاكل، نحاول نحكي بأحاديث مفرحة، لأنه صاير كل ما حدا اجتمع تلاقي رد رجعنا كل شيء هموم وكل شيء مشاكل، ونعادت يعني آخر شيء الواحد بيطلع مشحون بشحنات سلبية كتير، وآخر شيء حس حاله أنه أنا ليش عم روح، مشان اتضايق، مشان انزعج. بعدين في نقطة تانية، مهارات التواصل، مهارات التواصل عند الأولاد كل ما لا عم تنعدم بصراحة. يعني أوقات كتير ما عم نجتمع صرنا بالشباب، خلينا نقول بالمراهقين، تلاقي ما عاد عندهم، لا عاد عندهم مثلا لباقة معينة، لا عاد عندهم أسلوب بالحكي، لأنه ما عم يجتمعوا سوا، يعني لا عم يقعدوا مع ناس أكبر منهم لحتى يتعلموا كيف يحكوا. وبتلاقي حتى يعني كمان الشغلة الثانية، لما عم يكون في اجتماعات عم يكون خلص مثلا يلي عم يأرجل، يلي عم يلعب شدة، يلي ما عاد فيه يعني حديث، يعني حتى لما عم يلعبوا شدة بتلاقي على الساكت، يعني ما عاد في شيء مشترك يحكوا فيه، بتلاقي كل العالم قاعدة على الصامت، لا خلينا على الموبايل، بيقولوا لك احسننا، يعني ليش بقى الروح والجيه. ودائما بنقول انه العيد هو لمه العيله، لمه الاقارب، قد ايه مهم اليوم نحن نرسخ مفهوم العيله عند اطفالنا من عمر صغير، يعني مو بس العيله الصغيره الام والاب، لا نحن عم نحكي عن الاقرباء، نحن عم نحكي كمان حتى على الجيران او الرفقه، قد ايه هذا الشيء مهم اليوم نرسخه عند اطفالنا. لما كمان الأهل دائما حتى مع الجيران يكون في يعني تواصل معه. صحيح. على الأقل مثلا مرة يكون في اجتماع للكل، يشوفوا بعض بالأفراح بالأحزان، تلاقي أوقات أنه يكون في مشاركة لبعض. يعني دائما الأب كمان أكثر شيء مثلا بتلاقيه هو القدوة بهدول المواضيع بالزيارات وهي القصص، فبتلاقي بياخد أولاده معه، بياخدهم مثلا عند الجيران، بياخدهم عند عماته، عند عمومه، فبتلاقي أنه هذا الشيء بيقوي صلة الترابط. يعني تخيلي آخر شيء أنه عم يصيروا بنفس المنطقة، تمام، لكن ما عم يشوفوا بعض، يعني شيء محزن جدا جدا جدا، انه بتلاقي عايشين مع بعض بنفس البلد وبنفس المنطقه وما في بيناتهم يا دوب كم خطوه، وبتلاقي بالسنه مره حتى ما عم يشوفوا بعض، فهي كثير يعني بتاثر عند الاولاد جدا، وبتاثر كمان عند الاهل وعند الكبار. يعني الاهل لما بيكبروا بحبوا كثير يعني لمه العيله، بحسوا انه نحن ضلينا هون بالبلد كرمال شو، كرمال العيله، يعني هذا الشيء اللي بيربطنا هون، العيلة، الترابط، الحياة هي الاجتماعية، هذا الحب يلي بيناتنا، هيدا لما الواحد مثلا بيصير معه مشكلة الكل بيتساند لحتى يعني يطلعوا من هاي المشكلة، يسانده، يسعده، يبسطه، لما بيكون حزين يواسو، فلما يكون فرحان تلاقي انه كلنا بنجتمع سوا، بننبسط سوا. فشو قصة السوشيال ميديا بقى؟ حاجة ما حاجة؟ صحيح، حاجتنا بقى، حاجتنا، بنتمنى نتمنى هي الرسائل توصل، بس للأسف يعني صار كتير صعب إنه نحنا نبعد عنها، صار جزء من حياتنا، جزء من الناس. يمكن اليوم حتى أنت بشغلك اليوم تتواصلي مع كتير حالات عبر السوشيال ميديا. صح. في ناس ممكن تسمع نصيحة منك عبر السوشيال ميديا، فمو بس إنه
ما بدنا نقول بدنا نتركها، بس كيف نستخدمها؟ يعني اليوم هذا الوقت اللي وخصوصا هلا عم نحكي فيه مع الاطفال، انا ما فيني امنع اولادي يشوفوا الموبايل او يقعدوا على الموبايل او يفتحوا اي شيء، بس كيف انا خلي هالاستخدام مفيد، يعني استفيد من هالوسائل بشيء ايجابي بدل ما هي بس عم باخذ منها السلبيات. هلا مهم جدا انه الانسان يعرف كيف ينسق التعامل مع السوشيال ميديا. لما عم يكون انه بشكل عشوائي وهيدا الشيء الاولاد عم يتعلموه من الاهل وما عم يكون في مراقبه وما عم يكون في توجيه، فهذا الشيء بياثر عليهم سلبا وحتى عم ياثر على الاهل كمان. لما مثلا اوقات الاهل مثلا الامهات عم تفتح على الجروبات اللي عن جد بتلاقي الحكي اللي فيه يعني مو طبيعي، يعني شيء غير طبيعي، والتعليقات اللي عم تكون تعليقات سلبيه اللي الواحد مثلا بيكون شايف البوست بيقرا التعليقات بينشحن بشحنات سلبيه كثير، بيعصب ما بيلاقي حاله غير انا ليش معصب، والله ما في شيء يعني كل اموري تمام، طب ليش انا معصب؟ السوشيال ميديا اذا الواحد ما عرف شو الصفحات شو القنوات اللي لازم يتفرج عليها يكون دائما في عنده فلتره. اهم شيء بالسوشيال ميديا هي الفلتره. بعدين مو كل شيء بيطلع لنا نحن لازم نشوفه، مو كل شيء بيطلع بوشنا لازم نقعد نقراه ونتفاعل معه ونناقش. هو اللي صاير انه الاشخاص تقول لك انا بدي ناقش بدي احكي بدي اعبر، لكن انت عم تعبر بطريقه خاطئه، والولاد عم يتعلموا هيدا الشيء. يعني كمان هلا مثلا المراهقين ان كان بنات وان كان شباب لما عم يفوتوا ويشوفوا الكبار عم يعلقوا بهي الطريقه فهن اوتوماتيكلي حيصيروا مثلهم، يعني حيصيروا مثل ما حكينا نسخه عنهم. تمام. طيب هل الاهل لما يشوفوا اولادهم صاروا هي النسخه السلبيه بيعجبهم؟ لا، هون النقطه لك ليش هيك ابني صاير، ليش هيك بنتي عم يتصرفوا، وما بينتبهوا لهذا الموضوع غير امتى؟ لما بصيروا بعمر المراهقه وبيبلش بقى بيطلع المخبى، هون بقى تلاقيهم عم يركضوا تعوا رقعوا لنا، طب ليش مو من البدايه بلشوا؟ لا، والكارثه الثانيه بضلوا مهملين لحتى الولد يساوي له شيء او البنت تساوي له شيء مشكله كبيره، بعدين بيكتشفوا لحظه احنا بدنا حل، بس بيكون يعني الوقت شبه فات، يعني فات، بس لكن ممكن نرقع، وكل ما تاخروا اكثر كل ما كان حل المشكلات بصير أصعب. يعني ذكرتي نقطة كتير مهمة، اليوم الأطفال هنون بيقلدوا أهليهم بشكل كتير كبير، فينا نقول إنه هنون صورة عنهم للمستقبل، فبتلاقي إذا كانوا الأهالي عم بيعاملوا أقربائهم أو جيرانهم بطريقة منيحة الطفل لا إرادياً رح يصير مثلهم، فأدي لازم ننتبه اليوم لتصرفات الأهالي، أدي لازم يكونوا دقيقين بهالموضوع، لأنه ممكن بلا شعور الطفل يتأثر وهنون مو عرفاني. لذلك الأهل قبل ما يجيبوا الأولاد لازم يتعلموا مهارات، مهارات تعامل، مهارات تربية، مهارات يفهموا هذا الطفل قبل ما يجي على الدنيا كيف لازم يتعاملوا معه، كيف لازم يكونوا أول شيء مع بعض. يعني كمان أوقات وخاصة يعني للأسف كمان بالعيد تلاقي مشاحنات بقلب البيت، ليش؟ تلاقي كل واحد بده شيء وكل واحد هذا عجبه وهذا ما عجبه، بتلاقي الخناقات واخر شيء بتعكر العيد كله، يعني بسبب كثير بيكون تافه اوقات. فلذلك اهم شيء الاهل قبل ما يجيبوا اولاد بدهم يدربوا حالهم يتعلموا شو يعني تربيه. التربيه مو يعني جبنا اولاد ولحشناهم، مو يعني طعميناهم وشربناهم ولبسناهم، التربيه هي انه اعرف كيف اشتغل على سلوك هيدا الطفل لما يكبر يكون هو قدوة كمان، يكون هو شخص مفيد بالمجتمع، شخص منجز يزدهر المجتمع على ايده، مو نرجع 300 ألف سنة لورا. صحيح صحيح. لهيك نحن دائما بنحاول من خلالك ومن خلال ضيوفنا الاختصاصيين نعمل إضاءات على أهم الأساليب إن كانت التربوية وحتى السلوكية بحياتنا. شكرا لك وينعاد عليك مرة ثانية. وينعاد عليكم جميعا وعلى جميع المشاهدين يا رب. أهلا وسهلا فيك نورتينا. وصلنا سلمى لختام مشوارنا الصباحي، بدي أعايد عليك. ينعاد عليك. شكرا لك، وأكيد بدي أعايد على كل مشاهدي الأخبارية السورية. إن شاء الله يا رب بينعاد عليكم وعلى أهلكم وأحبابكم، وأكيد تكونوا دائما مرتاحين البال ومجبورين
المسؤولين الخاطر. ولا تنسوا أكيد تابعونا بكرة بيست أوف لجميع حلقات صباحنا غير هذا الأسبوع. وأكيد ما ضل نقول غير تبقوا بألف خير. أكيد يا عادي ينعاد عليك وعلى عائلتك مرة تانية، وأكيد دي أرجع عايد على عائلتي وعلى أيضا عائلتي الثانية الإخبارية السورية وكل زملائنا يلي عم يشتغلوا بهاي الأيام المباركة. نحن طالعين من شهر كريم، كريم بكل شيء فيه، كريم بخيره وكريم أيضا بروحانياته. بنتمنى هاي الأيام الجاية نضل محافظين على الشيء اللي قدرنا شوي نغيره، وما ننسى أهم فضائل هذا الشهر الكريم وهذا العيد هو الرحمة والمحبة اللي هي لازم تكون موجودة بقلوبنا لحتى نقدر نكمل هاي الحياة الصعبة. ضلوا بألف خير، باي باي.